حسم العين قمة الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي وتغلب على ضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة. انفرد ليستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه الكبير بثلاثة أهداف من دون رد على مضيفه سوانزي سيتي. فاز هيروشيما بلقب الدوري الياباني للمرة الثالثة في أربعة أعوام بعد تعادله بهدف لمثله مع جامبا أوساكا على ملعب إدوين.